فيديو يستضيف منتخب الأوروغواي صاحب المركز الثالث جاره الأرجنتيني الخامس بحساب الجولة 15 من تصفيات أمريكا الجنوبية دائما المؤهلة لكأس العالم. وفدنا إلى أوروغواي إبراهيم خضر وكل التفاصيل في هذا التقرير. نهر لابلاتا يفصل الأوروغواي عن الأرجنتين، لكنه يجمعهما في دربي يعود تاريخه لقرن من الزمان. اليوم أهل الدار ينتظرون بفارغ الصبر تعافي نجمهم لويس سواريز ليكون الورقة الرابحة التي ستمهد الطريق نحو مونديال روسيا، بينما تستعد كتيبة المايسترو تباريس لخوض المباراة بأي من السيناريوهات الممكنة. سيواصل التعافي بشكل جيد هنا ثم سنرى ما سيحدث. لم تتح لي فرصة الحديث معه بعد، وأحتاج لوقت وأنا بانتظار وصوله، ويأتي كل هذا نتيجة للعلاقة الجيدة بين المسؤولين والفريق الطبي، وقد تبين لنا أن اللاعب يتعافى بصورة عظيمة. سان باولي في أول امتحان رسمي له مع المنتخب يعول على توليفة جديدة في الهجوم تضم ميسي وديبالا، ومن أمامهم إيكاردي الذي يعود لصفوف المنتخب لأول مرة منذ 4 سنوات، وقد تم استبعاد إيغواين في هذه الجولة من التصفيات، وفيما تبقى مشاركة ماسشيرانو محط شك في الدفاع برفقة ميركادو وأوتامندي. نحتاج لمهاجم لديه خصائص معينة داخل منطقة الجزاء ويملك قدرة عالية على اختراق المدافعين، ولهذا قمنا باستدعاء إيكاردي. نعتقد أن قدرات ماورو ستتناسب مع من خلفه من اللاعبين. ميسي وسواريز في أشد الحاجة لنقاط المباراة الثلاث، فالفوز يعني احتلال المركز الثاني أو الثالث في جدول الترتيب، بينما الخسارة ستضع مشاركتهما في المونديال على المحك، حيث لم يبقى سوى 3 جولات للتصفيات من بعد هذه المواجهة. الأوروغوانيون تعودوا على أن يتعذبوا مع منتخب بلادهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم على مر السنين، وهذه المباراة لن تكون شاذة عن القاعدة، فمشاركة سواريز من عدمها ووجود ميسي المؤكد في المباراة جميعها عوامل كافية لخلق الإثارة والخوف في نفوس العديد هنا. إبراهيم خضر، بين سبورتس، مونتفيديو.